محسن السكري بيقولوا ان لحد النهارده ما جالهمش اي اخطار رسمي بفكره وجود عفو رئاسي عن محسن السكري. محسن السكري بالمناسبه يعني كان طلع اسمه في العفو الاول خالص اللي من حوالي شهر ده كان اسم محسن السكري فيه. واللي مش عارف محسن السكري او خلاص، وده العفو الثاني بالمناسبه، هو واخد عفو قبل كده في 2020، عفو رئاسي اخده في 2020 قبل ما يبقى في لجنه عفو ولا اي حاجه، وكمل حبس وكده. احكي لكم الحكايه. محسن السكري هو ضابط امن دوله سابق، كان على علاقه وكان بيشتغل مع هشام طلعت مصطفى، وهشام طلعت مصطفى كان على علاقه بمطربه راحله اسمها سوزان تميم. وفي يوم من الايام سوزان تميم قررت ان هي تبتعد تماما عن رجل الاعمال المصري الكبير هشام طلعت مصطفى، وتركته وتركت مصر واتجهت الى الامارات. قالت انا هقعد في الامارات بقى، احيي حفلات، اعيش هناك، خلاص هشام مش هيسيبني اعيش في حالي في مصر. فهشام طلعت مصطفى في 2008 بعت وراها محسن السكري للامارات، وتخفى كده وتنكر ودخل وراها الغرفة بتاعتها وقتلها. مقابل ايه؟ مقابل الحصول على مبلغ 2 مليون دولار. يعني هشام طلعت مصطفى دافع 2 مليون دولار عشان يقتل سوزان تميم. واللي قام بالعملية دي مين؟ حسام السكري، محسن السكري اللي هو ضابط أمن الدولة السابق. اتحكم عليه بإعدام، وفي النقض الحكم اتخفف ل 25 سنة في قتل سوزان تميم وثلاث سنين في حيازة سلاح بدون رخصة اللي هو نفذ بيه العملية، وبقى عليه حكم 28 سنة. الكلام ده سنة 2008. بعد 11 سنة تحديدا في 2020 طلع عفو رئاسي من رأس النظام نفسه بالإفراج عن محسن السكري، وفي كلام بيقول إن ده كان بضغط وتدخل من هشام طلعت مصطفى اللي رجع للواجهة مرة تانية بصورة كبيرة جدا وحصل على العفو الرئاسي. لكن فوجئنا إن محسن السكري ما طلعش وفضل معتقل رغم إن جاي له قرار بالعفو من أعلى سلطة فيك يا مصر، إلا إنه فضل معتقل. طب محسن يا جماعة معتقل ليه؟ قال لك ده معتقل عشان في قضية تانية تم تدويرها، غسيل أموال، ودي بقى اللي مش هيطلع منها دلوقتي. طيب جينا ل 2022 بعدها بسنتين طلع اسمه للمرة التانية، لكن الأسرة بتقول إحنا لا جالنا إخطار ولا جالنا معلومة وما خرجش. أنا مش مهتمة لأنه قاتل، يعني إيديه ملوث بالدماء، حرامي بيغسل أموال يعني فاسد، يعني ده فعلا من اللي هو لا ينطبق عليهم شروط العفو الرئاسي. إذا كانت لجنة العفو الرئاسي بتقول إن إيديه ما تبقاش ملوثة بدماء، لا، الراجل ده إيديه ملوثة بدماء، الراجل ده إيديه فيها فساد. لكن أنا مستغربة مين اللي مانع خروجه؟ مين اللي مانع خروجه؟ مرتين يطلع له عفو رئاسي وما يخرجش؟ عفو رئاسي طلع من رئيس الدولة في 2020 وما يتنفذش، وعفو جديد في 2022 وما يتنفذش. الحقيقة أنا مستغربة جدا، قصته غريبة وعجيبة بالنسبة لي. لكن ده ياخدنا لحتة في جهة كبيرة رافضة تصور الحوار، ورافضة فكرة الحوار، ورافضة فكرة إن يبقى في لجنة عفو بتطلع معتقلين. ربما يكون محسن ده على خلاف معاهم، عشان كده شكله مطول معاهم شوية جوه.